دلوقتي تعالوا نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتبدأ مصر للطيران الناقل الوطني جسرها الجوي لنقل ضيوف الرحمن بعد انتهاء مناسك الحج من الأراضي المقدسة لأرض الوطن بتسيير 9 رحلات جوية بواقع 8 رحلات بخط سير جدة القاهرة ورحلة بخط سير الطائف القاهرة. وده لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية وتضامن المنيا وقرعة مجلس الشيوخ ومجلس النواب وحجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة. النهارده العشاء الكرة المصرية موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 26 من عمر المسابقة، هيلتقي بيراميدز مع بلدية المحلة في 7 مساء، في نفس التوقيت هيلتقي مودرن فيوتشر مع سيراميكا. لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهارده مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024، هيلتقي منتخب كرواتيا مع منتخب ألبانيا في 4 عصرا، وفي الساعة 7 مساء هيلتقي منتخب ألمانيا مع منتخب المجر. في 10 ليلاً هيلتقي منتخب اسكتلندا مع منتخب سويسرا.